وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء. المهندس محسن، يعني الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع التجلي الأعظم بسيناء اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر. برأيك كيف تستفيد مصر من هذا المشروع، وكيف ترى جهود الدولة في دعم قيام قطاع السياحة خاصة السياحة الدينية؟ هو حضرتك طبعا يعني سانت كاترين لما يعني لها قيمة عظيمة، المكان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه، فسانت كاترين ما خدتش حقها للمكان اللي هي فيها. ففخامة الرئيس وجه بأن لازم سانت كاترين تكون بها ما ينفذ لتكون أعلى مستوى لما تستحق من مكانة، وبالتالي تم الإعداد طبقا للتوجيهات جيدا، وجاري التنفيذ لمشروعات بيئية وحضرية وسياحية هتنقل كاترين نقلة نوعية كبيرة جدا. نعم، يعني بالحديث عن التوجيهات، الرئيس السيسي وجه كذلك بالحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، كذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة. كيف يمكن الاستفادة مثلا من مجال الطاقة النظيفة والمتجددة في هذا الشأن؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا المشروع اللي بيتعمل حاليا أو المرحلة اللي بتتعمل الوقت تم إعداد زي ما قلت لحضرتك دراسة قوية جدا بيئية وبصرية، ومعانا إشاريين على أعلى مستوى من الخبرة والتقنية العالمية لتنفيذ وتصميم الأعمال اللي من هذا النوع، وإحنا بننفذ المشروع طبقا للمعايير العالمية. لكن حضرتك الطاقة المتجددة إن شاء الله يعني جاري الدراسة لأنها تكون ضمن المشاريع اللي جاري دراستها ان هي تضاف لما يتم تنفيذه الان. نعم، طب يعني الى اين وصل المشروع على ارض الواقع الان؟ هل نحن في مرحله الدراسه فقط ام تم تنفيذ اشياء بالفعل؟ احنا وعدد احنا المراحل؟ لا طبعا احنا الحمد لله بننفذ المشاريع كلها اللي هي ال 14 مشروع اللي معانا. يعني اديكي على مثال في مركز زوار على مساحة 3000 متر مسطح، في دورين بالإضافة للدور العلوي ممشى للزوار، ده هيجمع جميع الزائرين اللي بيجوا سانت كاترين يتعرفوا على الهوية اللي تخص سانت كاترين دينيا وسينويا ومصريا. كل ما يخص سانت كاترين هيتم تعريف الزوار في مركز الزوار اللي هيستقبلهم، ويتم يعني توزيعهم من هناك طبقا لرغبه الزائرين. المبنى ده يعني عايز اقول لك احنا انتهينا من الخرسانات المسلحه له، وجال التشطيب، وان شاء الله ينتهي في نهايه ابريل القادم باذن الله. باذن الله. المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.